الراقي. طبعا طلعت تسريبات انه القضيه حسمت لسعيد المولد ان اتحاد، في تسريبات كذا في تويتر. صار في اتصال مع الاداره الاهلاويه، ايش عندكم تعليق؟ رد الجماعه في الاهلي كان واضح كذا وحازم، يا تركي احنا اصدرنا بيان، وغير هالبيان لا نزود، ما عندنا حكي لا زياده ولا نقصان، ما راح نتعاطى مع الاعلام لانه القضيه منظوره صحيح، ولا راح نغير موقفنا بسبب تسريبات في تويتر ونطلع نتكلم في الاعلام واحنا قلنا ما حنتكلم الا بعد ما نشوف القرار، وبالتالي احنا موقفنا ما حيتغير. ساكتين مش لانه موقفنا ضعيف، ساكتين لانه احنا ملتزمين بانه ننتظر لجنه الاحتراف تاخذ موقف وقرار نهائي. ولكن في مساله التصعيد القانوني، وهنا لازم نحطها بين قوسين، التصعيد القانوني اللي يحفظه القانون سواء في الأنظمة المحلية أو الأنظمة الدولية، سنذهب خلف هذا الموضوع حتى آخر خطوة قانونية. وهنا ليش أنا أؤكد على مسألة التصعيد القانوني، الناس تسحب أو تحسب أنه نقول تصعيد يعني بناخذها بالغصب، في ناس فكر زي كذا طبيعي، لا الأهلاويين قالوا التصعيد بالنواحي القانونية اللي يكفلها حقنا، يكفلها لنا القانون للنادي وللاعب، راح نمشي فيها لآخر خطوة ونشوف وين حتوصلنا. لكن مسألة أنه إحنا حنسكت لو اللاعب مش أهلاوي، لا إحنا حنتابع بالنواحي القانونية محليا أو دوليا. هذا الموقف الأهلاوي اليوم على بعض التسريبات اللي صارت في موضوع سيد المولد. أبو تركي، أنا والله حقيقي يعني مثل ما قال كثير من الزملاء سواء في طروحاتهم وفي الفضاء، أنه اللاعب الآن مع المنتخب ما كان ودي بالشوشرة، كنت أتمنى من لجنة الاحتراف حسم الموضوع قبل 10 أيام، كان الموضوع قبل شهر تقريبا أو أكثر، لكن عاد اللي صار صار. لكن المسألة الآن نفس اللي سو عكاش، الفرق بين عكاش وبين المولد أن المولد وقع على أوراق وهذه تدينا طبعا، لكن عكاش لا زال يعني في السليم واعتذر. لو المولد صدر في عقوب طبيعي وارد، وارد أن الرجال يجي في عقوب، وارد 90%. طيب هذا في المنتخب كيف بيلعب وعليه عقوبة؟ يعني طبعا ترى هذه ما صارت في تاريخ الكرة السعودية إلا في عهد الكابتن محمد نور، أذكر أكثر لاعب من وجهة نظري ظلم مع المنتخب السعودي، راح يلعب كأس العالم 2006 وموقوف، وهو رايح قال لي وهو في المعسكر ترى إذا رجعت عندك 8 مباريات من تبلعبهم أو ظهر الدور الأول كله من تبلعبه شيء زي كذا. خوشة هي. لا أنا أقوله أن المولد كنت أتمنى أنه المنتخب يعني هو لاعب مهم ولاعب يعني له مستقبل، وقلنا وكررنا أنه لاعب مثل هذا أتمنى ما نخسره تحل، لكن القضية ما عاد فيها ود، الآن احتراف وأنظمة والأهلي بيصعد ومن حقه، الاتحاد محتفظ بأوراق، اللي أتمنى إن شاء الله أنه اللاعب ما يطال الشيء بالذات هالفترة، وبعدها القانون يأخذ مجرى. طب لو صدر في عقوبة هو مع المنتخب عشمي فالله سبحانه وتعالى ثم القائمين على المنتخب أنه يا سعيد هذا أنت النادي شيء وهذا منتخب وطن، وانس كل شيء وركز، وبعدين كل حتى الحديث لو بوعود ان شاء الله انه يحلوا موضوعه. اهله عادمي مشاعر يعني ما تقدر تضغط زر وتقول لا تفكر. ايش بيسوي؟ هذا شك شك على انا قلت تمنيت انه قبل شهر حصل الموضوع، مواضيع زي هذه مفترض دائما اقول المواضيع الخلافيه يا جماعه خلاص عندكم كل الاوراق وكل الاطراف و ليش تاجيل؟ الى قبل المباراه بيومين الله تصورها النفسيه، الحين لا تلقاها وش صار؟ بشر. هذا اللي ما نبغاه صار. صالح. طبعا قضية القرارات أنا استغربها أكثر من شهر وزيادة، طبعا لما تكون الأوراق متكاملة وكل موقف النادي الأهلي واضح وموقف اللاعب واضح وموقف وكيله واضح والاتحاد واضح، أنت كلجنة احتراف وش تنتظر؟ أخلص. خلص يعني من بدري. أنا أعتقد ترى أنا رأيي شخصي لجنة احتراف في ورطة، اللجنة واضح أنها في ورطة وتخاف من ردة الفعل في مثل التوقيت، خاصة أنها بين كبيرين، لما تتكلم بين اتحاد وبين أهلي، معني أنا مقتنع ترى أن الصفقة معنوية مهيب فنية، أنا رأيي شخصي اللي قلته قبل لا زلت مصر عليه، لكن اللي خاف يجلس في بيته بصراحة، اللي مؤتمن على نظام ولوائح. يا سلام، هذا وجهة نظر. والله كلام كبير. اللي خاف يجلس في بيته. صحيح. فطبق وخلاص، خلينا الحين معلقين إلى شهر ونص. طيب. أتمنى عبد الله البرقان أو غيره يعطينا وش السبب شهر جالسين دوامة راح المولد جالسين. على فكرة أنت لا تبعد بعيد، قرارات لجنة الانضباط كم تنتظر؟ المباراة تخلص اليوم ويوصل التقارير ممكن بكرة أو بعدها بيومين،
والقرار يصدر يمكن بعد 10 ايام بعد 20 يوم. واكبر دليل موضوع عبد الغني امس مع المداري الفيصلي اللي جلس اكثر من شهر تقريبا. ففي غرابه في قضيه ان الوقت القرارات يعني تطبخ مو على هذا اسوء ما تعاني الكره. طيب وفي حاجه مستنيضيه لجان التشريعيه عندنا بطيئه جدا. احنا قلنا في موضوع حسين عبد الغني لو كان فعلا فعلا حسين عبد الغني عزكم الله بصق على اداره فيصلي حلو وامس انت اصدرت قرار عقوبه على حسين على حسين 3-4 مباريات صح ولا لا؟ صح. وانا مشجع هلالي وحسين لاعب مباراه ضدي بعد مباراه الفيصلي ردت فعل الطبيعيه ان انتم سكتتم وجاملتم عشان حسين يلعب مباراه النصر وبعدين اصدرتم. وهذا تفسير طبيعي جدا عند المشجع صحيح. بكل بساطه يفكر كذا. لا التاخير ما يعني عجز حقيقه. وانا وصيت وكتبت واقترحت يا جماعه اللجان التشريعيه يجب تحسم الموضوع في قال لكم والله نجمع معلومات طيب لكم اسبوع لكن الموضوع ياخذ يعطى والاعلام وحديث الفضاء والان لغه الشك مرتفعه جدا جدا للقرارات قرارات غريبه يطلع لنا كذا عبد الغني فلان الاداري اخر عشان والله ميول كلام ما نبغى هذا الشيء نبغى اللغط هذا في موضع المولد او غيره يجب يكون في 48 ساعه بالكثير اسبوع لكن شهر شوي يعني. لا وعلى فكره في نقطه مهمه انا اتمنى جادا انه مجلس اداره الاتحاد الكره يتدخل في الموضوع مش القضيه تحديدا انا اتكلم في وضع ستاندر في وضع اليه للتعامل مع جميع الحالات في جميع اللجان بمعنى انه لا يتم تاخير اي قضيه وبتها الا خلال 72 ساعه اتوقع انه كافي جدا جدا يعني الان لما تكون في مباراه في الجوف ولا في المجمعه هي ترى المساله فاكس يعني ارسال التقرير ما ياخذ ولا 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 ثواني فما في عذر في التاخير اسبوع واسبوعين ف 72 ساعه اتوقع انها كافيه جدا لاصدار قرارات الانضباط للاحتراف لجميع لجان الاتحاد دون تاخيرها وقضيه انه ننتظر لاجتماع الاعضاء احترام التام ترى الان في كونفرنس كول وفي وسائل صح. تسمح لك انك تجتمع بدون الاجتماع الشخصي انا ابغى اعرف لاعب زي سعيد المولد اليوم احتمال كبير يلعب المباراه الاولى اساسي عطفا على انه كان اساسي في كاس الخليج تقارير والتمارين وكذا على خلينا نقول على اخر تشكيله يعني في المنتخب كاس الخليج كان لاعب اساسي طيب بالله هذا اللاعب شلون تنتظر منه عطاء لا ومباراه نفسيه بين لاعبي الاتحاد والاهلي مهما كان يعني ما هو اكيد ينقلون همومهم حتى في معسكر المنتخب جد لا مقلق العمليه لو حسمت من بدري مع انه لو خلاص ما تنفع للقادم اللي راح ما راح لكن شكوا على للقادم يا جماعه زي ما قال اخوي صالح استاذ صالح انه القضايا المفروض يبت فيها 72 ساعة إذا بتحضر أنت تطور في نت في كل شيء حتى على الواتس يجي تؤيد لو صدرت عقوبة في حق سعيد المولد إنه يرجع من المنتخب إن شاء الله ما راح تصدر عقوبة صدقني يعني أعتقد ما في عقوبة اللاعب إذا هو قانونيا وقع للاتحاد انتهى الموضوع ترى فكرة في جزئية في هالموضوع إنه كوسط رياضة نتعامل مع اللاعبين على أنهم محترفين حقيقيين والحقيقة لا يعني لما تشوف وعي اللاعب ذكاءه خبرته في التعامل مع قضايا الاحتراف والعروض تراه مسكين خاصة لما يكون وكيل أعماله يعني قريب منه من قضية فهم اللوائح فاللاعب عادة يكون الضحية فدائما في مثل المواضيع اللاعب لابد يكون عنده مستشار شخصي يثق فيه وليش ما يكون عنده مستشار قانوني يعني لا مو وكيل أعمالي في الأخير انه لازم يكون هو الشخص المرجع الوحيد انا اقول تثقيف اللاعب احترافيا يكون عنده وكيل اعمال لابد طيب. ان اللاعب يعني يخضع دروس وتوجيه وترى بيصير له كذا وبيصير فترتك تنتهي الوقت الفلاني وكيل الاعمال يدور على مصلحته طيب. ما عليه من اللاعب ولا عليه من عليه انه كم ياخذ نسبه بس. طيب برونو